في إطار لقاءاته الدورية ومتابعته للشأن العام، عقد اللقاء الديمقراطي اجتماعا له في قصر المختارة، وذلك بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وخلال الاجتماع جرت مناقشة الأوضاع السياسية العامة من جوانبها كافة، كما تم التداول بآخر مستجدات الوضع الحكومي الراهن والاستشارات الملزمة بخصوصه. وقد تقرر عقد لقاء ثان في غضون اليومين المقبلين لاستكمال البحث.